موجز لأهم الأخبار من أورينت، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل السعودية في أول زيارة له منذ وصوله للبيت الأبيض، وتساؤلات كثيرة حول الملفات التي سيفتحها الطرفان. لجنة تخصيص الأموال بمجلس النواب الأمريكي تصدر مسودة قانون لدعم المناطق الخارجة عن سيطرة نظام، تتضمن مخصصات مساعدات الحكومة الفيدرالية الخارجية لعام 2023. تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوثق آلاف حالات النزوح الجديدة في سوريا خلال شهر أيار الماضي. أقل التقرير أن حركة النزوح الداخلي بلغت قرابة 16,000 شخص وتركزت في شمال غرب سوريا. خوفاً من معركة تركية مرتقبة، متزعم ميليشيا قسد مظلوم عبدي يقول إنهم ملتزمون باتفاقيات وقف إطلاق النار وإن عناصرهم انسحبت بعمق 30 كيلومتر، وهناك تسير لدوريات روسية وتركية وانتشار لقوات النظام. إيران تكشف عن وحدة بحرية للطائرات المسيرة تتيح إطلاقها من سفن وغواصات بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.